السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، صباحكم الله بالخير والصحة والعافية. صباح الخير حجية. صباح الأنوار حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين تكونون بخير وصحة وعافية. نشكركم أول شيء على تعليقاتكم الحلوة ودعمكم المتواصل للقناة، ربي يحفظكم ويسعدكم. حجية، إيش راح أسوي لنا اليوم؟ اليوم راح أسوي جيمر بحليب الباودر. جيمر بحليب الباودر، هاي الطريقة جدا سهلة ومو مكلفة، تاخذ لها شوية وقت. يعني ايش قد راح تسويها اليوم؟ كم يوم؟ اي تبقى يعني. يعني احنا اليوم الاحد. اي. نخليها للاربعاء. نخليها للاربعاء ان شاء الله. زين، هاي 3 ايام كاملة تقريبا. الاربعاء ان شاء الله ونشوف شلون الترتيب مالتها ويا حليب الباودر. طبعا الحجية اكيد تدعي لكم، تقرا التعليقات تعليق تعليق، دعائكم كله ان شاء الله الحجية دعته وان شاء الله مستجاب باذن الله تعالى. وأنا ما ناسيكم إن شاء الله، أدعي لكم دائما أصيب صلاة الفجر إن شاء الله. الله يرزقكم ويسعدكم وينجح أطفالكم ويهنيهم إن شاء الله ويرزقهم، وكل مريض يا رب يا الله كتب لي أني أدعي له إن شاء الله، الله يشافيه مريضة أو مريض إن شاء الله، ويرزقهم ويعطيهم كل اللي يتمنوا ان شاء الله يا رب العالمين. وانتم من حبايبنا ادعوا لنا، احنا بالغربه، فان شاء الله دعائنا ودعائكم ان شاء الله مستجاب وماجورين الجميع. يعني خلينا اول شيء نبلش ويا الحجيه ونشوف شنو المكونات مال الجيمر اللي راح اسويه بحليب الباودر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اي حجية، شنو المكونات مال الجيمر؟ هنا كوب حليب باودر، هنا 3 كواب ومي. 3 كواب ومي. وهي هنا قشطة 600 غرام. 600 غرام، هاي قشطة شنو هي؟ الويبنج كريم. الويبنج كريم. اللي هي كريمة خفق. اي هاي كريمة الكيك. اي يعني مو شنو، مو كريمة الشانتي. لا لا. اي لان ذاك ذيك المرة ما سوينا الجيمر، هو سألوا على كريمة الشانتي، كريمة الشانتي ما تصير نهائيا بالجيمر. ذيك باودر. اي. زين، مو سائلة. سائلة لا. نعم. زين، هسا اول شيء يلا خلينا نبلش بعد احنا شنو بالترتيبات. يلا بسم الله. خلي 3 كواب مي. هذا مي دافي حار شنو؟ والله هذا حار. حار. زين. هو يصير حار دافي بارد يصير. هاي 2. والحليب الباودر اي حليب يصير اعتيادي؟ لا، الحليب كامل الدسم. كامل الدسم. ايه؟ حليب باودر كامل الدسم. ايه؟ هاي بس للتوضيح يعني، بس لا أكثر ولا أقل يعني عمود المتابعين. هاي 3. 3 كواب مي. هاي هنا نخلي كوب حليب باودر. هذا شوفوا حجم الكوب حبايب، عمو تعرفون الحجم مالته بالضبط. هذا حجم الكوب عادي. هسه نحرك الحليب. هسه هاي القشطة. الكريمة تخفق السائلة. اي. خلي شوفوها. اي بسم الله. اي هاي الكريمة القشطة، شوفوا يعني. هاي كريمة خفق سائلة، شوفوا شلون تصير. تبيها جيمر يعني. شوفوا يعني. قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. حركنا المواد. الحليب والقشطة بس. نعم. والمي. هسه والمي طبعا 3 كواب مي كوب حليب باودر. باودر كامل الدسم. حبايبنا فهاي عندنا 3 كواب مي وكوب حليب باودر، وعندنا هنا 600 جرام اللي هي كريمة الخفق. هنا هذا الحليب. اي. هذا فل كامل كريم. كامل الدسم. اي فل كريم، هذا كامل الدسم. ميلك باودر. هذا الحجة تستعملنا هاي النوعية، هاي باستراليا مال كولز. إذا تريدون تستعملون نوعيات ثانية بس تكون فل كريم يعني اللي هي كامل الدسم، فيصير عادي ماكو مشكلة إن شاء الله. صحيح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. زين، شنو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية نخليها على النار. خليها على النار. بسم الله. هسه
خليناها على النار العالية. نار العالية. إيه. وظل نحرك بيها شقد؟ مو على طول نحرك، نحرك ونرتاح يعني. إيه. زين أنت إيدش بعد توجعش؟ أكيد يعني، فأنا أعطيني أحرك اعتيادي. حرك إيه. زين. بس قولي لي يعني شقد أحرك وأوقف. إيه. هاي هي. هاي هي. إيه. إيش وقف شقد أوقف؟ دقيقتين دقيقة. إيه دقيقة. وأسويها لحد ما شين لحد ما تفور. فور نص ساعه الاخير. نص ساعه الاخير اي حتى ما يفور. بس شوف بيد دسم هذا على مود فلك ريم صحيح هيك يصير. ايه. شو قاعد يطلع بيه صفار هذا زين. عاد هذا كل دقيقه نحركه شويه كل دقيقتين نحركه شويه لحد ما يفور. لحد ما يفور بعدين نص الطباخ على الاخير. اي وانا اريد اعرف الخطوات بالضبط على مود لما يسووها الحبايب المتابعين يسووها بنفس الطريقه يعني احنا قاعد نشتغل بيها بالضبط يعني هيك نحرك هالشكل ونخليها شويه بس زين ونخليها. انا المهمه مالت اليوم اللي هي تحريك القمر. اكو قسم سيلوني الساحبه مالتكم. اي نعم. هاي شلون تشتغل؟ هاي تشتغل هاي المروحه. هاي الدرجات مال المروحه. هاي اقل. هاي اقل او طفيها. اي. هذا الضوء اللي هو هنا هم نطفيه يطفى ونشغله يشتغل. فوق الساحبه. طبعا السحب هنا أنا قلت لكم انا لما سويناها قصينا هذا كانت الحجيه طبعا انا وياها عركه يوم كامل تقول لا تقصه فلازم ينقص هالشكل لانه ما تضبط لازم لو اشيلها الهاي وهاي قطعه كامله زين لو اشيلها وتصير يعني فتشي نشاز محلو يا اما لا تظل بهاي الطريقه بس شنو يعني نقص هاي زين بهالطريقه هاي على مود شنو على مود تضبط اسوي هذا ينفتح كان ما ادري شلون هذا ينفتح مو من هنا؟ اي اي بالضبط. فهذا شوفونا هنا هسه هاي القاعده مالتها جواها اكو بوري طالع للسقف طبعا فوق الدخان عرفت شلون؟ زين وهاي انا جبتها هاي المرمره زين انا جبتها وسويتها المرمره شوفوها لان كان مثلا الورا هاي هو مثل انا نسيت هو مثل هذا لو يختلف كان ورا هاي لا يختلف يختلف اي لذلك لان كان طباخ قديم هنا وهاي كانت كلها هيك محلوه الورا فشلنا الكاشي هذا الورا كله ونظفناه وخليت هاي المرمره قطعه واحده بس شفتها حلوه يعني على اللون وعلى الاضاءه كلش حلوه هالشكل شوفوا شلون تلمع زين ويا طباخ لمن جبناه شلنا هذاك القديم ردت اجيب اكبر بس ما ردت اقص لان قلت لحجي يعني انت هاي تخرب لي اياها تريد تخرب لي هذا همين هالشكل يعني تحشوها شنو انا قاعد اريد يعني اعدل لها المساله هي تقول انت تخرب يعني انت بكيفكم بعد انتم قولوا انا خربت لو صلحت بكيفكم بعد انا سويت هاي صحيح بس على مود المنظر يعني ما اريد اقصها كلها تخلى ساحبه اذا ما شو اسمه لازم تنقص يا اما يعني ماكو طريق الا هي هيك انا شفتها هيك احلى صح؟ احلى صح رحم الله والديك هجيه ويدش وهاي ارتجب لها اكبر ابو ستة عيون بس يوصل لي هنا هاي الحاله راح هذا المجر راحت هاي البوفيه تنقص من هنا راح تنقص وهي راح يعني ما تضبط هاي تنقص من هنا ويصير منها طباخ لازم اجيب ساحبه اكبر لازم اطلع هيك على خوندني عيني من الحجيه اذا اسوي بهن اذا يعني واحد يلمسهن يعني تعرفون ايش يصير بي انه ابغى اقص لها هاي يعني مشكله بصراحه يعني فلا ما لعبت بيها يعني شوف هسه لما كان على عيني عاديه اي صعد لي فوق اي فار فار لي فوق نعم. لازم نصيل للاخير شو نعم شوف هسه قاعد يفور اي هسه نصيته للاخير. هسه شنو انت ايدش هاي بس ايدش اي انت سويها هيجي حتى يصير بها وقف هيجي اي والدخان يطلع اي شوف احنا وياكم انا ما قطعت الفيديو وياكم بالضبط على شنو الامور كلها تمشي مضبوطه يعني عرفتوا هاي شوفوه هاي الشكل خليها خمس دقائق شنو خمس دقائق يعني اسوي هيك؟ هاي هي يعني. اخليها هسه هيك خليتها هسه هيك شو اسوي؟ هسه شنو؟ هسه خديها اي خليها على النار الناصيه اي زين نرجع لها بعد شويه بعد خمس دقائق؟ اي خليها خمس دقائق على النار الهادئه يعني على النار الناصيه ونرجع لها بعد خمس دقائق خلينا نشوف ان شاء الله ان شاء الله يا حبايبنا هسه مرت خمس دقائق هسه شو حنسوي؟ هسه رح نطفي الطباخ اي نشيل الجدرية خلص عادش يعني من أنا ذا ثلاثين خفيفة خفيفة حتى ما تتحرك زيادة اي هيك هسه المنظر زين حجي هسه ايش راح نسوي؟ راح نخليها لحد ما تبرد على الآخر ونرجع لهم ايش قد طول تقريبا يعني ساعة مثلا تبرد؟ تقريبا ساعة زين يعني خليها تبرد على الأخير ونرجع لكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
وهاي حبايبنا مرت ساعة مو اي زيني هسه ساعة شوف شلون صار لونها هسه باردة هسه كلش باردة زين هسه شو حنسوي؟ راح اخلي الطبق عليها جي هسه هاي ساعة وخلصت وهاي صارت هسه جاهزة تخليها بالثلاجة ان شاء الله زين راح اخليها لأي يوم؟ الأربعاء الصبح ان شاء الله الأربعاء الصبح زين حبايبنا فان شاء الله نشوفكم يوم الأربعاء خليكم ويانا حبايب وثلاث ايام وراجعين لكم ان شاء الله زين حبايبنا هسه شنو امي هسه احنا مرت علينا شقد 4 ايام لازم نسلم مره ثانيه هاي 4 ايام مو بس هي بالفيديو ما يبين يبين احنا كله بسرعه المهم فهسه عندنا شنو هسه مر عندنا 3 ايام لاربع احنا سويناها شقد يوم الاحد يوم الاحد ايه الاحد اثنين ثلاثة واليوم أربعة يعني ايه. 3 ايام يوم الصبح يعني بحساب 3 ايام اي لان احنا اي اوكي لان سويناها همين الصبح يوم الاحد فالاحد الصبح كله خلينا نقول والاثنين كله والثلاثاء كله واليوم الصبح اي يعني 3 ايام ايه. لان الرابع اليوم الاربعاء ما كمل الاخير بعد الصبح يعني فبسم الله الرحمن الرحيم هسه قاعد نسولف وما شفنا الجيمر طبعا كلش بارد يا حبايب هسه شنو هنا أنا اريد نبلش الحجيه شو تسوي؟ اريد اقصقصها واخليها بالمعون زين شنو رايك هنا لو الاناره برا احسن على الجو الطيب برا احسن والله اريد نقعد برا بصراحه الجو طيب شويه خلينا نروح برا ونشوفها بهذا الجو الجميل واريد نشوف شنو نشوف الجيمر مال حليب الباودر يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هسه هي عندي ابره خليتها على النار عقمتها زين هم هاي دائما يسألوها السؤال ليش تشتغلين بالأبرة مو بالسكينة مثلا؟ لأن هي رفيعة وما إيه؟ تنورد الحواف يعني عمود شنو ما تخرب الشكل مالت المنظر يعني بسم الله الرحمن الرحيم هاي الطبقة الفوق تنقص بهالطريقة وأهم شيء الحواف طبعا عمود ما يظل اللازقات الحواف بالأخير نعم بسم الله الرحمن الرحيم هي الحواف بالسكينة والأبرة للنص يعني ممتاز هسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نجيب شيئا شوية ما شاء الله ما شاء الله شلون جاي مرحبا يبقى الازمة شيها هم يعطيني اياها ويخصتك بسم الله ما شاء الله كمية حلوة خليها بس ازمة شيها لحظة لحظة خليها خليها الفراغ هنا أنا. اي بسم الله اي ما شاء الله بركة بركة اي والله كمية شوفون كمية حلوة وانا جبتها هنا مرخصة حجية بس اريد اخليها شوية عضوها هنا على اسمها الشمس شوفوا المنظر هناك شوية جوا الانارة مو قوية شوفوا هسه هنا شوية يبين المنظر مالته والله يخبل عاشيش حجية بيدك والله رهيب الله يخليك حبيبي الله يبارك فيك حبيبتي والله ما تقصرين يعني هذا شو هي الخضار شلون هي الخضار حلو هيك واحد هسه يقعد هنا انا ها بعرف نترك طبعا احنا هسه فنقعد هنا انا حجي انا وياك زين وكوبين شاي او سكرين شاي زين وخبز حار والله شكلها كلش يخبل طبعا هذا اكثر شيء يستفادون منه اللي بالغربه تعرفون شوي حليب جاموس ماكو يصير بحليب البقر اكيد احنا مسويناه يعني بجاموس وبقر بس على حسب الشيء المتوفر لكن هذا هو بحليب الباودر زين حبايب زين حجيه السؤال اللي هوايه نسال همي لما سويتي هذا الجيمر إيه؟ هذا الحليب الباقي شو نسوي به هذا الحليب الباقي هسه لو افوره اطلع قد نص ذوله اه بعد يصير من عندنا بعد ثانية. يصير بس اخلي نكهه القشطه به إيه؟ حتى اسوي قشطه للمعجنات للمعجنات إيه؟ بس يعني اذا واحد يريد يسوي جيمر مره ثانيه إيه؟ لازم بهاي الحاله اللي ما يريد يسوي مثلا حلويات يعني قشطه بالحلويات هذا بس على شنو استفسار لان بذاك الفيديو اللي سويناه قبل تقريبا 6 اشهر سالوا هواي هذا السؤال
هل يطلع منه جيمر مره ثانيه؟ نعم يطلع. زين نفوره مره ثانيه نفس يعني نفس الحركه اللي سويناها نفس الشغل مالك الاولاني ونخليه كم يوم؟ هم 3 ايام 4 ايام يعني نفس الحركه بالضبط ويطلع من عنده قد نص هاي الكميه، يعني تقدرون تسوون مرتين من عنده هاي الكميه وبقد نصها ونفس الترتيب، زين يعني ترجعون نفس الشغل تشتغلون، مو صحيح؟ ان شاء الله. ان شاء الله حبايبنا، واي سؤال اي استفسار اكتبوا لنا بالتعليقات وما يكون خاطركم ان شاء الله الا طيب. بس انا راح ارجع هناك مره ثانيه لان فعلا شكله عاجبني هناك. حجيه تضحك. اي مو تعرفين حجيه احنا الجيمر يخبل ذاك شوف. ويا هذا المنظر البديع هالشكل هاي. زين. الله ينطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك حبيبي. تدلون حبايب طبعا هواي طلبوا نسويه بحليب الباودر وهاي سويناه بحليب الباودر وهالمره 3 ايام، ليش المره سويناه 4 ايام كان؟ ايه 4 ايام كامله، هالمره 3 ايام. لان بلشنا بيوم الاحد الصبح واليوم الاربعاء الصبح، يعني 3 ايام متكامله صارت مو 4 ايام. زين يعني فهذا الجيمر مال امي الحجيه راح اخليه ويا الخضار الحلو اللي لابستها اليوم، شنو الفريق الاخضر. زين الله يعطيك الصحه والعافيه، والله ما قصرت يا ابوي. الله يعافيك حبيبي، ان شاء الله يجربونا وينجح وياهم ياكلونا بالف عافيه. مثل ما قلت لكم الحجيه ان شاء الله يجربونا وينجح وياكم تاكلونا بالف عافيه، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد وتحياتنا ومع السلامه. السلام عليكم. في امان الله.